جروني البوليس من رجلي وجهي على الارض وداوني السياره ديالهم. جاو وحدين اخرين عفسولي على كرشي حتى بنت على حويجي. قالوا لي عندك جوج ديال الخيارات، اما تجاوب على الاسئله ديالنا ولا نشبعوك هراوه اللي ما عمرك ما شفتيها وهددوني باستعمال الكهرباء. من بعد عصبوا لي عيني وربطوني من يدي ورجلي وعلقوني على واحد العمود ووجهي مع الارض. وقال لي النائب العام: لا يا ولدي لا، انت اللي ضربتي راسك مع الحيط.